سؤال حقيقة مثير، هل هؤلاء الجامية المدخلية الذين جعلوا طاعة ولي الأمر مقدسة ولا يمكن أن يشككوا فيها، وتجيب له الأدلة وتجيب له التصرفات الحكام، لا 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 طاعة ولي الأمر وما أدري إيش، ولا طبعا يبالغون، ما يكتفي بقول أنك لا تخرج على ولي الأمر بالسلاح، لا لا، يجب أن تحبه ويجب أن تعظمه ويجب أن تجرم من ينتقده. نحن الآن لسنا في مقام رد عليهم، ردينا عليهم كثير وفندنا كلامهم تفنيدا هائلا. السؤال هو هل هؤلاء صادقون يعتقدون بما يقولون أو أنهم منافقون؟ الحقيقة يعني ربما كان هناك مجال لأن يكون أمثال هؤلاء فيهم شيء من الصدق وأنه والله فعلا يعتقد بما يقول. أما الآن بعد محمد بن سلمان وبعد كل الممارسات الأخيرة، لا يمكن أن يصدق أن بين هؤلاء مخلص ونظيف في قلبه. لا، أنا يعني أجزم أن من يردد هذه العبارات أنه منافق، مستحيل يا أخي، مستحيل. يعني ما لم يقع مجال لإحسان الظن بعد محمد بن سلمان. محمد سلمان أصلا مو ليس فقط ظالم ومستبد وفاسد ومفسد، هذا يعلن الحرب على الإسلام قولا وعملا، هو نفسه يقولك أنت، أنا ما أبيكم تحسنوا الظن فيه، أنا لا أريدكم أن تحسنوا ظني، أنا أصلا جاي أقول لكم أنا عدو للإسلام، أنا جاي حارب الإسلام. كيف تقبلون أو تصدقون أن من يعطي ولاية الأمر لمثل هذا أنه صادق؟ لا مجال إلا أن يكون منافق مهما بلغ عليه سمات الصلاح، مستحيل، لا يمكن أن يكون مثل هذا إلا منافق والعياذ بالله. يعني كما قلت، ظلم واستبداد وفساد وإفساد، كل وسائل الإفساد. أضف إلى ذلك حرب على الإسلام، ما في صالح ولا داعية ولا طيب إنسان إلا في السجن ويعذب تعذيبا، الله أعلم ماذا يجري له في السجن. والحرب على الإسلام حتى خارج البلد، حرب على الإسلام في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي اليمن وفي العراق وفي، وتعامل حقيقي وعميق ومعلن وبحماس عجيب تعدى حماس الدول التي تعتبر خصم للإسلام. هم يذهبون إلى الأوروبيين، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، يقولهم لا تتحملوا ولا تقبلوا المساجد والجمعيات الخيرية في بلاد، هؤلاء إرهابيون. هم يذهبون إلى، هم يمولون عمليات تشويه المسلمين في أمريكا، فكيف نقبل من الجامي الذي يسمي هذا ولي الأمر؟ يعني ربما أيام، مع أنني لم أكن أحسن بهم ظن سابقا، لكن نقول لمن يحسن بهم ظن، أيام فهد وأيام عبد الله، نقول والله ها في مجال ولو صغير لأن يخدع الناس، لكن أن يستمر إحسان، أن يستمر تسمية ولاية الأمر وطاعة الأمر وتثريب على من يحتج عليهم على محمد بن سلمان، هذا الحقيقة لا مجال، هذا لا شك إنه نفاق والعياذ بالله. المشكلة على مستويين، مشكلة الإيمان والغيرة على الدين، يعني ما يحتاج تناقش نقاش شرعي وعلمي، يعني مجرد أن ترى إنسان، أن ترى شخص يعلم أن محمد بن سلمان عدو لله ورسوله، يحارب الدعاة، يحارب المصلحين، يرميهم في السجون ويعذبهم وينكل بهم ويأتي بالفساد والإفساد قصدا حتى قرب مكة والمدينة، ويعطي فلان الفلاني يعطيها ختم النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدى أهل الخير ويحارب الإسلام في كل مكان، أن لا تجد عند الشخص غيرة على الدين ولا إيمان يتحرك به الغضب لله ورسوله، هذا كافي، هذا دليل النفاق والعياذ بالله. أما الموقف الشرعي العلمي، يعني التفنيد العلمي الشرعي، هذا لا مجال أبدا لمن يعطي الشرعية لشخص مثل هذا. هذا إنسان وعياذ بالله خالف النص الشرعي قطعا ولا يمكن أن يقبل منه، هذا إنسان منافق، خذوها مني. يعني ممكن قد تستثني بعض الناس الذي يردد بعض العبارات خوفا وهو في داخله يكره هذا الظالم، أو أنه عاش في بيئة كلها بيئة جامية ومدخلية وما منتبه حتى الآن، يمكن استثناءات قليلة جدا، لكن الأصل أن من يدافع حتى الآن عن محمد سلمان يعتبره ولي أمر، هذا خذوها مني منافق ولا تترددوا والعياذ بالله.